اليوم يتم افتتاح عدد من المشاريع في قطاع الماء، وأعتقد أنه الماء خدمة الماء الصالح للشرب تعتبر من أهم الخدمات التي تقدم من قبل إدارة المحافظة لأبناء المحافظة وبالوحدات الإدارية كافة. هذا اليوم في قضاء قلعة صالح يتم افتتاح ثلاث مشاريع في قطاع الماء، مشروع 400 متر مكعب بالساعة، ومشروع آخر أيضا 400 متر مكعب بالساعة، ومشروع آخر 50 متر مكعب بالساعة، وتشمل عدد من الأحياء السكنية في مركز القضاء، وكذلك أنه عدد من القرى والأرياف والمناطق النائية في قضاء قلعة صالح، وهذا تحقيقا لأهداف التنمية المحلية والتنمية المكانية في محافظة ميسان. المشروع الأول في قضاء قلعة صالح بطاقة 400 متر مكعب بالساعة يخدم القرى المجاورة للقضاء، وبشبكة طولها تقريبا 7 كيلومتر. يتكون هذا المشروع من أحواض ترسيب وفلاتر وطاقم دفع وسحب، جميعها هذه صنعت في شركة الفارس، حيث هناك شرط في جداول الكميات للشركات المتعاقدة أن يتم تصنيع هذه المجمعات في الشركات الحكومية المعتمدة لدى الوزارات في تنفيذ هكذا نوع من المشاريع التخصصية. وبدخول هذا المشروع الخدمة سوف تقل الشحة، خصوصا في فصل الصيف. مشاريع بدعم من محافظة ميسان والسيد المحافظ ومن قبل كوادر محافظة ميسان ومديرية ماء ميسان، وهذه المجمعات هي مجمع ماء أبو سميت طاقة 400 متر مكعب بالساعة يخدم مناطق أبو سميت والبزيد والعيلة مع خط ناقل دكتايل 7 كيلو وشبكة 3.5 كيلو، كذلك مجمع ماء المدار طاقة 400 متر مكعب بالساعة يخدم مناطق المدار وجزء من أحياء السلام، وكذلك تم خدمة جزء من السليمانية وجزء من العروبة الثانية في هذا المجمع، وهذا من أهم المشاريع بالنسبة لقلعة صالح، كون هذه المناطق من المناطق المستحدثة وهي كثافة سكانية كبيرة ولم تخدم بخدمة الماء الصالح للشرب بالفترات السابقة، وتم إنشاء وتنفيذ هذا المشروع وإيصال الماء الصالح للشرب لتلك المناطق، وكذلك تم افتتاح هذا المجمع اللي هو المجمع اللي يقع في منطقة قرية الوطن، واللي هي منطقة حدودية صراحة بين قلعة صالح وبين ناحية العزير، من ناحية الإدارة تابعة ناحية العزير، هذه أيضا كانت تعاني كونها تقع في المحاد بين قلعة صالح وبين العزير.